الزميلة راندا توفيق من التلفزيون المصري، أهلا بك يا فندم. مساء الخير يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. أنا بس هتكلم في نقطتين سريعا، عشان أنا كنت بحاول أكتر من مرة أعمل مداخلة حتى مع التلفزيون المصري، زمايلي عارفين دماغي فما بيدخلونيش. اتفضلي. النقطة الأولى، يعني دكتور محمد البرادعي مش محتاج مساعد معاه، لأن أنت حضرتك لو طلبت من رئيس التحرير والمخرج يطلعوا المؤتمر الصحفي اللي كان مع الست السمحة اللي اسمها أشتون، قال بالنص The uprising of 30 of June is a correction for the revolution of 25th of January. Uprising معناها ايه يا استاذ احمد؟ الاحتجاجات التصعيديه. فبالنسبه للدكتور البرادعي هو مش معترف ب 30/6، هو معترف بجمعيه اللاوطنيه للتدمير اللي اتفقت مع الاخوان يوم 25 يناير، ولا عشان مصر يوم 28. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. لو الدكتور برادة مش معترف ب 30/6 ما يقعدش. أيوة. في الرئاسه. هو واقف قدام اشتون. انا بقول لك اهو، لو مش معترف اي حد في مصر مش معترف ب 30/6 يقعد في بيتهم. 30/6 هي اعظم ثوره في التاريخ، مش في مصر، في التاريخ كله. هي ثوره الشعب كله. الكتب في الغرب ابتدت تصدر واتكلمت عن العرب سبرينج اللي انا شايفاه شتاء الغباء العربي. لسه انا عايز اقرا لك ثانيه يا استاذه رندا، مستشار الاعلام للحزب الجمهوري الامريكي بيقول ايه في المصري اليوم بكره، حوار مهم. الاخوان حصلوا على تمويل امريكي للوصول الى السلطه، لابد من وضع قاده الجماعه ضمن قوائم الارهابيين في الامم المتحده. ده الراجل امريكي. ثانيه واحده. 30 يونيو اعظم ثورات الشعوب، اعظم ثورات الشعوب. وهنا الدكتور البرادعي بيقول عليها ابرايزنج، ده شويه شويه يقول ترمويلز. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها، بداية سوريا كلنا كإعلام مصري كنا مشحونين بالثورة المجيدة بتاعت يناير. عينينا عميت ما شفناش إن اللي بيعملوه في شوارع مصر حاليًا هي دي كانت بدايتهم في سوريا. أفراد الشرطة والجيش كانوا بيدبحوا ويترموا من على الأسطح في سوريا. 100,000 إرهابي زي ما قال لك الأستاذ نبيل عبد النعيم موجودين في سوريا. فأرجو إن الإعلام المصري يبطل يقول إن سوريا ثورة. سوريا حرب إرهاب من الدرجة الأولى، وبدئ من قلبي في رمضان. عاوزين نرجع بس للتاريخ، لما الدولة العثمانية تفككت وكان في سايت سبيكو، حلوا الجيش السوري سنة 1916، وقدر الله يرحمه يوسف العظمة إنه يعيد تكوين الجيش السوري زي ما حطموا الجيش العراقي، ولغاية النهاردة ما بيطلعش. فإحنا مش عايزين نقول إن الجيش السوري هيحطم، إن شاء الله ربنا هينصره. ولو تلاحظ حضرتك إحنا عندنا حاجة اسمها الجيش الثاني الميداني والثالث الميداني، لأن جيشنا الأول الميداني هو الجيش السوري. كل بني ادم مش قادر يتحمل ويعبر عن الشعب المصري يتفضل يروح بيتهم. وواضح ان سفريات النمسا وحشت الدكتور برادعي، يتفضل يسافر عشان اعصابه تهدى. انا مواطنه مصريه قريبه من الحرس الجمهوري، بينه وبينه حوالي 600 متر. كان في هجوم على محورين الساعه بالظبط 3:47 دقيقه، سمعت كلمه تكبير وضرب رشاشات. رشاشات كليشينكوف اللي هي بتستخدم الرصاصه اللي هي 7.62. لو كان الحرس الجمهوري او الشرطه ضربهم، اقسم بالله العلي العظيم لكانوا كل ال 2000 اللي قدامهم ماتوا. بشكرك يا استاذه رندا، شكرا جزيلا. الزميله الاعلاميه رندا توفيق، شكرا.